هذا ما ذهبت إليه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. كلام هيلي أعقبه إعلان الخارجية الأمريكية عن نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة في تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني. فما هي خيارات السلطة الفلسطينية في التعامل مع هذا الواقع الجديد الذي ترسمه أصابع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو؟ بنبرتها الحادة وبشيء من الاستعلاء، نيكي هيلي سفيرة واشنطن إلى الأمم المتحدة تعلن أن صفقة القرن قد شارفت على الانتهاء. هيلي أكدت أن خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط باتت في مراحلها الأخيرة. جيرد كوشنر وجيسون جرينبلانت قاما بمهمة التفاوض مع الجانبين، وهما يعملان على إنجاز الخطة. هي خطة لن يحبها أو يكرهها أي من الطرفين، ولكنها ستكون نموذجا لبدء المحادثات. أعتقد بأن كوشنر وجرينبلانت على وشك إتمام خطة السلام. تصريح هيلي أكد أن صفقة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ما زالت على أجندته الخارجية بعد أن طغى الأخيرة بلبلة وتوتر بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. صفقة القرن المزعومة مقولة لصهر الرئيس وفتى البيت الأبيض المدلل جاريد كوشنر، ويعاونه في ذلك موفد واشنطن إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلانت. صفقة ستعتد على حلفاء واشنطن الإقليميين وتسحب ما تبقى من البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية. سياسة ترامب الخارجية تشبه تغريداته، صادمة ومتقلبة وغير مفهومة. فتارة يرى الرجل أن حل الدولتين هو الأمثل، وتارة أخرى يترك الأمر بيد المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود. لكن الثابت الوحيد هو تهميشه للسلطة الفلسطينية وتجاهله لأبسط مطالبها المشروعة. فترامب أزاح القدس عن طاولة المفاوضات، وكأن الصراع العربي الإسرائيلي برنامج من تلفزيون الواقع الذي عاش فيه ترامب قبل دخوله غمار السياسة. محمود عباس أعلن بعد قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في عملية السلام. الرئيس عباس وضع رؤية رام الله للسلام بيد مجلس الأمن الذي لا يبدو قادرا هذه الأيام على إنجاز أي شيء. من الصعب الاعتقاد بأن خطة كوشنر وجرينبلانت ستحيي مفاوضات عملية السلام، فالدولة الفلسطينية تبدو اليوم أبعد من أي وقت مضى عن أن تكون واقعا، كما أن الفزاعة الإيرانية تخدم اليوم كجسر يربط بين تل أبيب وعواصم عربية لا تبدي أي حماسة لصد إسرائيل ومشاريعها الاستيطانية. لتظل الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية التي لا تملك الكثير من الخيارات في ضوء إمعان واشنطن في ذر الملح على الجرح الفلسطيني بإعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في تاريخ يصادف يوم نكبة الشعب الفلسطيني في مايو المقبل. خيارات السلطة الفلسطينية هو ما أناقشه مع ضيوفي من واشنطن. أرحب بالسيد خالد صفوري مستشار مجموعة ميريديان للأبحاث، وأيضا من رام الله السيد محمد هواش المحلل السياسي. وأبدأ معك سيد خالد صفوري، يعني تقول نيكي هيلي بأن هذه الخطة لن تعجب الفلسطينيين أو الإسرائيليين، بما يوحي وكأنه الطرفين لا يعلمان ما هو يعني فحواها وما هو مضمونها. هل يعني يجب أن نصدق بأن إسرائيل ليست موافقة على كل ما سيأتي بهذه الخطة التي تحدثت عنها هيلي؟ لا أبدا، هو من الواضح حتى من كلامها في شيكاغو قبل أمس على أنه الخطة يتم إعدادها من جرينبلات وجارد كوشنر، وجارد كوشنر حسب كلامها أو كلمتها بالأمس أنهم على حركة دائمة ويتصلون بأطراف. نحن نعرف أنهم لا يتصلون بالطرف الفلسطيني، فبالتأكيد الطرف الآخر تبقى والطرف الإسرائيلي. فواضح جدا أنهم يتبنوا أو يعدوا ورقة
يقدمها الإسرائيليين وتم تبنيها كالعادة. يعني هم ليسوا أول إدارة، الإدارات السابقة تبنت، كانت عودتنا الإدارات الأمريكية المتعاقبة أن تأخذ النظرة الإسرائيلية في حل المشكلة منذ عهد كلينتون إلى هذا الوقت وتتبناها وتصبح هي الواقع الأمريكية. ولا أعتقد أن هذه الحالة ستكون مختلفة إلا بأنه أقل احترافا، يعني بطريقة مثل ما قال تقريركم أنه خطط ترامب مثل تغريداته هي بطريقة فوضوية. وزارة الخارجية الأمريكية لا تعرف نهائيا عن الموضوع. أنا كنت على الغداء مع أحد المسؤولين في الكونغرس بلجنة العلاقات الخارجية بالأمس، من المسؤولين لجنة شؤون الشرق الأوسط ليس لديهم أي علم نهائيا، رغم أنهم يلتقون مع وزارة الخارجية ويطلبون منها توضيحات حول هذا الموضوع. وزارة الخارجية ليس لديها أي معلومات عن هذه الخطة، وبالتالي إذا قيادة الكونغرس الأمريكي ومسؤولين في لجنة العلاقات الخارجية لا يعرفون أي شيء عن الخطة، والخطة محصورة بثلاثة أشخاص، الرئيس الأمريكي وصهره والسفير الإسرائيلي في تل أبيب بالإضافة إلى السيد جرينبلات، فحقيقة ستكون محزنة. جرينبلات طلب دعم الأمم المتحدة لهذه الخطة، هل نتوقع دعما أمميا لها رغم كل المؤشرات التي تشير إلى انحيازها للطرف الإسرائيلي؟ كل ذلك يعتمد على المواقف الدولية. أنا لا أعرف، ممكن الضيف من رام الله لديه معلومات أكثر. إلى الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية تكلمت مع الأطراف الأوروبية ومع روسيا حول هذا الموضوع. نحن نعرف أن السلطة تطالب توسيع لجنة الأربعة إلى أن تشمل دول أخرى، فلا أعرف إلى أين وصلت هذه الاتصالات. إذا كان هنالك موقف أوروبي موحد مع روسيا ضد خطة أو اتفاق تحاول تفرض الولايات المتحدة بطريقة جائرة، إذا كان هناك موقف أوروبي من ذلك كما كان الموقف من موضوع القدس، أعتقد أنه سيكون الموقف الفلسطيني أفضل. إذا كانوا الأوروبيين سيقفوا على الحياد، فأعتقد أنه الطرف الفلسطيني سيكون في ورطة حقيقية، باعتبار أن الأطراف العربية إما مشغولة بهموم أخرى وإما هي متواطئة من وراء الكواليس مع الطرف الأمريكي والأمريكي. سيد محمد هواش، يعني ما قاله السيد خالد الصفوري ربما يعني صحيح 100%، هناك انشغال عربي اليوم بهموم أخرى، إما في موافقة غير معلنة بشكل علني على ما يسمى صفقة القرن، أو أنها مشغولة اليوم بمحاربة إيران. هل ظل اليوم الطرف الفلسطيني وحيدا في ساحة هذه المعركة؟ يعني الطرف الفلسطيني ما زال حتى الآن يصر على المواقف القانونية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقدس وفيما يتعلق باللاجئين وفيما يتعلق بالحدود والاستيطان وكل يعني عناصر التسوية المستقبلية. حتى الآن هناك إجماع دولي على أن القرار الأمريكي يتعارض مع القانون الدولي ومع الأمم المتحدة، مع روسيا، مع الصين. كل هذه الدول تؤيد بحسب الموقف التقليدي والكلاسيكي لروسيا والصين ودول عدم الانحياز والدول العربية والإسلامية، لا تؤيد الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالقدس وفيما يتعلق باللاجئين. وبالتالي هنا يعني الصيغة التي سوف تطرح لم تتضح بالنسبة للفلسطينيين، والفلسطينيون يعتقدون بأنها ستكون إسرائيلية كما قال ضيفك الكريم الأستاذ خالد الصفوري، وكما قيل في التقرير أيضا الذي قدمتموه، هناك إدارة أمريكية يمينية تتحالف مع اليمين الإسرائيلي ولا ترضي إلا اليمين الأمريكي واليمين الإسرائيلي، ولا تفكر بحقوق ومصالح الشعوب الأخرى بما في ذلك حلفائها العرب، لأن للولايات المتحدة الأمريكية شبكة كبيرة وواسعة من المصالح مع الدول العربية. وللأسف الشديد الدول العربية التي لها مصالح كبرى مع الولايات المتحدة لا تربط هذه المصالح بتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، لا تربط ذلك بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل من دون اعتراف أمريكي مشابه بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين. هذا هو يعني المطلوب. الفلسطينيون يرفضون أي تراجع عن هذه المواقف الكلاسيكية،
حتى لو وافقت أو سكتت يعني الدول العربية والإسلامية وأوروبا سكتوا عن أي موقف جديد للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الفلسطينيون يستطيعون رفض أي موقف لا يلبي الحد الأدنى من المصالح الوطنية الفلسطينية، وهي إقامة دولة فلسطينية على أنقاض الاحتلال وليس بالتكيف مع الاحتلال. سيد محمد، كان هناك دعوات يعني أو ربما قول أنه يجب اليوم على السلطة الفلسطينية بالفعل أن تجمد أي مباحثات أو أي دعوة لمفاوضات، لأنه لا الوضع الإقليمي يسمح ولا وضع السلطة الفلسطينية يسمح، وأي شروط ستقبل بها السلطة الفلسطينية ستكون ربما مرهونة بالكثير من التنازلات. هل من الأفضل إعلان رفض كل هذه الخطة جملة وتفصيلا؟ هل قد تتحمل السلطة الفلسطينية تبعات رفضها التام للدخول اليوم في أي مفاوضات مذلة بهذا الشكل؟ أعتقد بأن الخيار صعب بالنسبة للسلطة الفلسطينية، على الرغم أن يعني الإعلانات الرئيس محمود عباس حتى الآن تقول بأننا نستطيع أن نرفض ما نريد ونقبل ما نريد، ولا يستطيع أحد أن يجبرنا على يعني قبول ما لا يلبي المطالب الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية والقدس عاصمة وحل عادل لقضية اللاجئين. أي حلول لا يعني تنسجم ولا تلبي هذه الرغبات والمواقف الفلسطينية لا يستطيع الفلسطينيون قبولها، حتى لو رغبوا في ذلك لا يستطيعون قبول هذا. وأعتقد بأن الانسحاب الفلسطيني المبكر من أي مفاوضات مع الإدارة الأمريكية الحالية هو يعني الخيار الاعتراضي الأولي على صفقة القرن، وعدم يعني إيجاد صلة بين الإدارة الأمريكية الحالية والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بأي تسوية مستقبلية، إلا إذا تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ويعني عادت إلى الموقف الدولي الكلاسيكي فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والأونروا ودعم الأونروا. سيد خالد صفوري، ما الذي قد يدعو الولايات المتحدة للتراجع عن جملة القرارات هذه برأيك؟ ضمن الأوضاع الحالية ليس هنالك أي سبب للولايات المتحدة أن تتراجع. أنا قلت أن هنالك دول عربية متواطئة، والذي يحصل الآن بعض الدول العربية التي تعتبر حليفة ومقربة لترامب لديها علم، أعتقد هي الطرف الوحيد العربي الذي لديه علم بتفاصيل أو بعض التفاصيل، لا أقول تفاصيل كاملة، بما سيحصل، وهم حاولوا أن يضغطوا على الرئيس محمود عباس من أجل الموافقة في البداية أو عدم الاعتراض على موضوع القدس. الجميع يعرف ذلك، هذه الأطراف هي نفسها ستضغط على الطرف الفلسطيني، وهذا وعد من هذه الأطراف أن تمارس ضغوط على الفلسطينيين من أجل القبول بالخطة الأمريكية. طبعا الورقة بيد الرئيس محمود عباس، والسلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع أن تأخذ موقف، لكن أنا أعتقد أنه في النهاية هنالك محاولة فرض استسلام على الفلسطينيين من خلال هذه الخطة. أنا لا أريد أن أتنبأ بأنها خطة سيئة، لكن على الأغلب الطريقة التي هي تطبخ فيها تعطي كل المؤشرات على أنها ستكون نتائج هذه الطبخة سيئة جدا. وإلا لماذا إبقاء كل المعلومات بطريقة سرية؟ لماذا عدم اطلاع الأطراف أو أخذ رأي الأطراف فيها؟ ولماذا أن يكون هنالك علم لطرف واحد هو الطرف الإسرائيلي بتفاصيل الخطة؟ لأن الصحف الإسرائيلية أكثر من مرة نشرت بعض تفاصيل الخطة، فهي بالتالي يتم تسريبها من قبل المسؤولين الإسرائيليين. الطرف الفلسطيني هو الطرف الذي اللي هو معني أساسا، وهو الشريك في هذا الحل، وليس لديه أي تفاصيل في هذا الحل. شكرا لك جزيل الشكر الدكتور خالد صفوري، مستشار مجموعة ميريديان للأبحاث، كنت معنا من واشنطن. وأشكرك أستاذ محمد هواش المحلل السياسي، كنت معنا من